دعاء يوم الحد لزيادة الرزق وجلب الحبيب وأكل الزبيب. اسمع يا ابن الله يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. غياب طويل ولكنها عودة إن شاء الله. الإمام في الفجر من شوية وإحنا كنا بنصلي قال دعاء خطير قوي، دعاء عظيم قوي، دعاء رائع قوي. قال دعاء لو ربنا سبحانه وتعالى استجابه في مرة من المرات والله حياتك لا تتشقلب رأسا على عقب للأحسن. طبعا الدعاء ده كان بيقول: اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. الله، تخيل كده معايا إن ربنا في مرة من المرات يستجيب ليك الدعاء ده. انت عارف ايه اللي هيحصل لك؟ حياتك هتبقى جنة. انت عارف ايه اللي هيحصل لك؟ قبرك هيبقى جنة، الصراط بتاعك هيبقى جنة، يوم القيامة الصعب قوي ده على كتير جدا من الناس هيبقى بالنسبة لك انت جنة. الجنة في الاخرة هتبقى جنة غير الجنة جوه الجنة. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. الدعاء ده فعلا واظب عليه، واللي يلاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقي الدعاء ده فعلا كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، مش في اي وقت، ده في اوقات مخصوصة كده النبي صلى الله عليه وسلم كان محددها. الاوقات دي كانت خطيرة جدا. مثلا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عودنا وعود الصحابة وعلمهم ان هم دايما لازم يكثروا من دعاء: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم امين يا رب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اخواتي العافية عظيمة، سواء العافية في البدن، سواء العافية في الدين، سواء العافية في الدنيا، سواء العافية في كل حاجة. فاللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية وكل من يشاهدني إن شاء الله. واللي هيشير الفيديو كمان، ابعت الفيديو ده لكل صحابك على الواتساب وعلى الماسنجر وعلى كل حتة بيتبعت فيها. أما بقى لعنوان الفيديو: دعاء يوم الحد لزيادة الرزق وجلب الحبيب وأكل الزبيب وحاجات كده لخبطيطة بالصلصة. كنت شفت العنوان دوت من كام يوم كده ودخلت عملت سيرش وبصيت في الكتب، يا جماعة في يوم الحد مخصوص دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا علشان يزود رزقنا ويجيب لنا حبايبنا ويأكلنا الزبيب والكلام ده كله. طلع الكلام ده كله مش صحيح، فمفيش حاجة اسمها دعاء يوم الحد لزيادة الرزق وجلب الحبيب واكل الزبيب. يا مقطقطين، بحبكم في الله جدا، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مش عارف امتى، بس هو قريب باذن الله، ممكن يكون بكره او ممكن يكون بعده، ممكن يكون بعد اسبوع، ممكن يكون بعد شهر، ممكن يكون بعد سنه، مفيش حد عارف. احنا هنشوف بعض تاني امتى. سلام عليكم.